مرحبا بكم البنات، السلام عليكم الزوينات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مره اخرى في قناتي مفتاح الخيرات. ما تنساوش البنات توركوا على زر الاشتراك وديروا لي ابوني، ومرحبا بكم في قناه مفتاح الخيرات. البارحه البنات هضرنا على الفاسوخ اللي كيدار لوجه وكيدار الكرش، راه ما نقولش لكم روعه، والحمد لله الحمد لله بزاف الناس كيتبعوا وتشافوا لي. اليوم غادي نهضروا البنات على الفاسوخ. الفاسوخ انا درت البنات معلقه الربع ديالها، المعلقه الربع ديالها ديال الفاسوخ هو هذا، معلقه صغيره، معلقه صغيره، الربع ديال معلقه صغيره، ها هو الفاسوخ البنات. وغادي نديروه اللي كيضروا راسو. هاد الوصفه فيها الفاسوخ ربيع ديال معلقه صغيره وفيه كاس الماء، نتوكلوا على بركه الله. اول بنات غادي نديروا هاد الكاس الماء، غادي نتبخوه في الماء، ها هو وانا كنت موجده البنات، هو كيطبخ موجده، ها هو درت لكم الطريقه ولكن انا وجدته البنات، ها هو، ها هو كما كتشوفوا. غادي نشدو البنات، نحاولوا نديروها البنات في قريعه صغيره فحال هذه، تتكون رشاشه، ها هي، ها هو. هوايا موجود، وغادي تشدو البنات هو هذا، هيا نوريكم كيفاش كيطرش. فوالا وريحته غزاله، ما نقولش لكم البنات. هذا غادي ديروه البنات لشعركم، عاد ديروا تفرقوا الشعر ديالكم، عاد تبداو باليمين هو الاول، تقولوا بسم الله، وتبداو وديروا الجهه الاخرى اللي هي اليسريه وتجمعوا. بغيتوا تبقاو به 4 سوايع مرحبا، بغيتوا تباتوا به مرحبا، وديروه 2 مرات في السيمانه البنات، راه روعه اللي كيضروا الراس ديالو، واللي يعني عنده ديما الصداع المستمر، راه غزاله فنه هاد الوصفه اللي فيها 4 ديال المعلقه ديال الفاسوخ وفيها كاس ديال الماء صغير، ونتبخوه نديروهم بجوجهم الماء وداك الربيع ديال المعلقه ديال الفاسوخ، ونتبخوه مزيان مزيان لمده تقريبا 10 ديال الدقائق، ومن بعد نخليوه ونديرو في هاد القريعه ونبداو نشقو به شعرنا 2 مرات في السيمانه. وهادشي اللي كاين البنات، ومرحبا بكم عندي في القناه، وكنتمنى فدتكم في هذه الوصفه، وكنتمنى لكم الشفاء العاجل، ومع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.